الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مستمعين الكرام، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عظماء رحلوا. عظيمنا اليوم سبط رسول الله وريحانته في الدنيا هو أبو عبد الله بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله حبيبة أبيها وقرة عينه. ولد الحسين في السنة الرابعة للهجرة، نشأ في بيت النبوة، وأحبه الرسول حبا شديدا حتى أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسينا. الرسول يحبه ويؤكد على حبه بقوله: أحب الله من أحب حسينا. قبله النبي وحمله على عاتقه، كان من أشبه الناس برسول الله ومن أحبهم إليه. من أحبه فقد أحب رسول الله، ومن أبغضه فقد أبغض رسول الله. هو سيد شباب أهل الجنة. مرت به الأيام للعام 60 للهجرة، استيقظ ابن عباس من نومه وهو في المدينة المنورة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له أهله: خيرا؟ قال: رأيت رسول الله في منامي وأعطاني زجاجة مليئة بالدم وقال لي: هذا دم الحسين. خرج الحسين من المدينة ومعه 72 من آل بيت رسول الله. قبل خروجه وقف على قبر رسول الله مسلما ومودعا، ثم انطلق للعراق بعد أن راسله الآلاف منهم يدعونه للقدوم إليهم أميرا للمؤمنين. بينما هو في الطريق التقى بالفرزدق، فسأله الحسين عن أحوال العراق، فقال له: يا ابن بنت رسول الله، قلوب أهل العراق معك، ولكن سيوفهم عليك. يصل الحسين للعراق فلا يجد من أنصاره أحدا، خانوه وغدروا به وباعوه بثمن بخس. في محرم من سنة 61 للهجرة نزل الحسين في كربلاء، ومرت الأيام أثقل من الجبال، وتراءى الجمعان. الحسين معه عشرات